نحن لا نتكلم عن شخصية عادية، نحن نتكلم عن أبا جعفر السيد محمد سبع الدجيل. إذا كان يدخل في مكان كان الإمام العسكري، كان الإمام الهادي إجلالا له، يقومون على أقدامهم. كان الشيعة يرون الإمام في سيد محمد لعلمه وورعه وتقواه. السيد محمد هو ابن الإمام علي الهادي سلام الله عليه، وأخ الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وعم إمامنا الحجة المهدي عجل الله فرجه وظهوره. ولد السيد محمد سبع الدجيل على الأشهر في سنة 229 للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام والتحية، في قرية صرية من ضواحي المدينة المنورة، تبعد 4 فراسخ عن المدينة المنورة. أمه الطاهرة السيدة حديث أو حديثة أو سليل، وقيل سوسن وقيل غيرها. سبع الدجيل، هذا اللقب مو بحياة السيد محمد، لا، وإنما هذا اللقب بعد وفاة سيد محمد، وذلك حينما توفي سيد محمد وأخذ الناس يفدون إلى زيارته، كان يعترضهم قاطعي طريق ولصوص، فهيأ الله أسدا إلى أن يحمي هؤلاء الزوار، فبقي هذا الأسد يحمي هذا لأنه الزوار إلى 40ات القرن الماضي 1940، فاختفى بعد ذلك. ليش؟ لأن صار عبده الطرق وصار حراسات وشرطة، فاختفى. كان الإمام الهادي يعتمد على ولده اعتماد كلي في أمر المسائل الشرعية وتنفيذها في عامة الناس، في أمر جمع وإلمام الأموال الشرعية، وكذلك في أمر المراسلات السرية التي تقع بين الإمام الهادي عليه السلام وبين المؤمنين في إيران وبين المؤمنين كذلك في المدينة. كان يعرف بأحد علماء أهل البيت، كانت بعض مسائل الدين يحولها الإمام الحسن العسكري إلى أخيه السيد محمد. يوقف بالمسجد يصلي، ينحر ينحر من خشية الله، والناس تبكي على بكائه، حتى وصف علان الغيلاني قال: صحبته ومشيت معه فما وجدت أورع ولا أتقى ولا أزكى ولا أهيب من بشر. صاحب مدرسة تفسير في المدينة المنورة، صاحب مدرسة فقه في المدينة المنورة، عالم عبقري. إذا كان يدخل في مكان كان الإمام العسكري، كان الإمام الهادي، والده وأخوه إجلالا له يقومون على أقدامهم. مؤمن تقي ورع لشدة تقواه لكثرة علمه، كان الموالون في أيام أبيه يظنون أنه الإمام بعد الإمام الهادي لأنه أكبر أبناء الإمام الهادي، لكن عندما مات في حياة أبيه هنا بدأ الناس يتساءلون: من هو الإمام؟ من هو الخلف بعد الإمام الهادي سلام الله عليه؟ فكان الإمام يرشدهم إلى ابنه أبي محمد الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه.
السيد محمد باب من أبواب الحاجة إلى الله، من الأمور المجربة للسيد محمد سلام الله عليه النذر إلى الله بحق السيد محمد إهداء الصلوات ولو 100 مرة، وقيل إهداء زيارة عاشوراء إليه مجربة أيضا لقضاء الحوائج. وأيضا يقال بأنه ما أقسم عليه حينما تقول له بحق الرضا فإن طلبك يقضى. السيد محمد سبع الدجيل، الكثير من الناس يعتقدون وفعلا له كرامات عجيبة، يعني هنالك فتاة لبنانية من بلدة شحور من جنوب لبنان جاءت إلى السيد محمد وما كان بإمكانها تمشي أبداً، جاءت واثنين كان يسندوها وجهاز في قدميها، فجاءت ومسكت الضريح وصارت تقول سيدي يا أبا جعفر يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله، تقول وإذا بي أشعر أن الحرارة قد عادت إلى قدمي، وإذا بها تقول للي معاها تركوني، وخلعت الجهاز من رجلها وصارت تمشي حول ضريح السيد محمد، وقد من الله عليها بالشفاء التام ببركة السيد محمد سبع الدجيل. أيضا هناك كرامة ينقلها المرجع الراحل رحمة الله عليه السيد محمد الحسين الشيرازي رحمة الله عليه، المرجع الكبير رحمة الله عليه، يقول كان والدي في سامراء قديما اشتكى من كثرة قراءته للقرآن ليلا على ضوء الشمعة، اشتكى ضعفا في عينيه فصار لا يبصر أحدا، يقول فنوى أن يقصد ماشيا من سامراء إلى قبر مولانا السيد محمد سبع الدجيل سلام الله عليه ابن الإمام الهادي، يقول فمشى ومشوا معه بعض العلماء ما إن دخل عند قبر مولاي بالقرب من قبر مولاي سيد محمد حتى رد إليه بصره وكان بصره أفضل من بصرنا، إذ بعد كرامته من مولاي سيد محمد كان يرى الهلال في كل شهر، وكان يرانا بالليل كما يرى أحدكم بالنهار. سيد محمد سبع الدجيل مات مسموما في هاي المنطقة، دسوا له السم وفي رواية ضربوه بسهم مسموم في ظهره، وحضر عنده أبو الإمام الهادي من سامراء 30 كيلو تقريبا، وأيضا إمامنا الزاكي العسكري حضر، يقولون وشوهد الحسن العسكري شاقا جيبه على أخيه، قالوا له يا ابن رسول الله إمام أنت معصوم شلون شق جيبك هذا جزع، قال لهم اتركوا هاي الترهاتكم عني، والله لقد شق موسى بن عمران جيبه على أخيه هارون. العاد بتاوين حب إياه.